الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الأفاضل، مع حلقة جديدة، ونحن نستظل بظلال رمضان، ونستظل بفضل العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر الأواخر التي فيها العتق من النار. أسأل العلي القدير أجعلني وإياكم من عتقائه من النار. أحبتي الكرام، بغيت في هذه الحلقة المباركة نتناول واحد الموضوع، هو موضوع الذكر. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة، وهو جنات الرضوان إن شاء الله. وأمننا الله تعالى بالذكر فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر أحبتي الكرام هو ديدن الصحابة والتابعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. والذكر يتخذ أشكالا متعددا، فمنه الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. والله تعالى قال على لسان نبيه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار. وماذا عن الذكر الآخر؟ هناك مثلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تقول سيدنا محمد ليصلى الفجر وبقى مر الفجر جالس وكيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، غسلت ذنوبه، وفي رواية محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالذكر يتخذ كما قلنا احباب ديالنا اشكال متعدده، كذلك لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وعلى راس هذا الذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فابشر اخي الفاضل اختي الفاضله بالشفاعه العظمى بمجرد ان تكثر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: البخيل الشحيح من إذا ذكرت عنده لم يصلي ويسلم عليه. صلوا على رسول الله جميعا، صلوا على رسول الله. فالصلاة على رسول الله أحبتي الكرام تتخذ صيغا متعددة، من الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكن كذلك: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. إذن الصيغ كلها، وحتى اللي ما قاريش يصلي على سيدنا محمد بالصيغة اللي كيعرف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصلاة على النبي أحبتي الكرام هي تاج عال وغالي، يكفي الإنسان شرفا يوم القيامة في ذاك الموقف الرهيب. الناس يلجؤون للأنبياء: يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا، فيقول: دعوني دعوني لقد عصيت الله تعالى. ويذهبون إلى نوح: يا نوح أنت أول الأنبياء فاشفع لنا عند الله تعالى، فيقول لهم: دعوني دعوني لقد عصيت الله تعالى. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهدات والنعمة المزدات، وهو ساجد تحت العرش. فيناديه المولى عز وجل: أي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي أمتي يا رحيم، أمتي أمتي يا رحيم. اللهم يا ربي يا ربي آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه يا ربي المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، واحشرنا يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. اللهم ارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الأوابين. ربي اغفر وارحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم، وأنت تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.